السلام عليكم سيكو حسن فانز، اتمنى الدعم باللايكات والشير من داخل مملكة ابراهيم كوبرا المتواضعة. لا تنسوا اللايك وتنسوا الاشتراك على قناتنا على اليوتيوب بمملكة ابراهيم كوبرا. والنهاردة معانا الزلحفة السلقاطة، من اجمل الكائنات في العالم، وهي الزلحفة. والزلحفة السلقاطة دي بتعيش في تشاد، من اجمل الزلاحف في العالم. في الزلحفة الزراعي والزلحفة الصحراوي وفي الترسة، بس هي اجملهم واطيبهم زي ما انتم شايفين كده، حاجه كيوت جدا جدا. بسم الله ما شاء الله، مقطع لها كوسه وبتاكل. اتمنى تدعمونا باللايكات والشير، خلقه فابدع بجد، جميله جدا جدا جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتوصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك و100,000 كومنت. تحياتي لكم من داخل مملكه ابراهيم كوبرا المتواضعه يا احسن فانز، اخوكم في الله ابراهيم كوبرا. مستني دعمكم وكومنتاتكم الجميله يا احسن فانز على مملكتنا المتواضعه. زي ما انتم شايفين كده حاجه جميله، بسم الله ما شاء الله بجد، خلقه فابدع. زي ما انتم شايفين كده بتاكل، وحاجه كيوت جدا، ممكن نربيها في البيت. بيوصل طولها متر في متر، من اضخم الزلاحف في العالم واجملهم. انتظرونا في حلقه جديده على قناتنا على اليوتيوب بمملكة ابراهيم كوبرا.